الاخ مرتضى منصور بقى، الاخ مرتضى منصور طلع في احدى البرامج بيتكلم، مش فاكر واحد اعلامي كان مش فاكر اسمه ايه، فالمهم كلم مين، كلم رضا عبد العال. فرضا بقى لما اتكلمه، فمرتضى منصور بيقول له بقول يا حبيبي انت مؤهل. ربنا يستر ما تجيش الكورونا. فبقول له رضا عبد العال ايه، بقول انت مؤهلك يا حبيبي؟ قال له ايه؟ بقول له اسمع، بقول له مؤهلك ايه؟ فرضا بقى قال له جاهل، انا جاهل. قول له انت بتجاهل بقى، قال انت معاك دبلوم صنايع. انت اخ دبلوم صنايع، فاهم يا رضا؟ اللي مراتك بتقول لك كل سنه، مراتك بتقول لك انا هسيبك وهتجوز عليك.